الخبر اول يعدنا عن بيسان اسماعيل واستبه محمد جواني، فبالمقابله اللي سواها نور مار ويا بيسان اسماعيل ببرنامج اثنين في الخلاط، واحد من الاسئله اللي سالها انك واحد من اليوتيوبر قصد جواني 100% سويت وياه مشكله، ممكن تقولي لنا شنو هو اسمه وشنو سبب الخلاف اللي بينكم؟ فرد بيسان اسماعيل كان كلش صادم عن طريق انه هي ما حبت تذكر اسمه، وبنفس الوقت صار تقول عليه انه هو اصلا مو يوتيوبر، يعني نوعا ما تستهزئ بيه. راح اعطيكم اللقطه شوفوها. لقيتك باليوتيوب طلعتي مع اشخاص كثير، في شخص بيناتهم صار في مشاكل بيناتكم كثير. طيب بدك تقولي لي مين هو وشو المشكله اللي صارت معك؟ شو يوتيوبر؟ يس يوتيوبر؟ ما طلع معك؟ ما طلعت مع ولا يوتيوبر. انا ما بعتبر الناس طلعت معنا يوتيوبر. نحن نعتبرهم يوتيوبر. انت تعتبرهم؟ انا ما بعتبرهم. بس نحن معتبرينهم كلهم. طب انت عم تقول يوتيوبر، ما في ولا يوتيوبر صار طب بعمل مشاكل. طلعتي مع ناس مالك معتبرتين يوتيوبر. لا سالته خلص، سالته خلص. لا مو جواب منطقي، مو جواب منطقي. لا جواب منطقي، عم اقول لك مو يوتيوبر. انت بتعتبرهم يوتيوبر؟ اذا انت بتعتبرهم يوتيوبر. لا بيسان، انا بيسان ركزي معي. انا شخص مشكلتي معه. طيب لا تعتبري اي شيء. لا انت قلت يوتيوبر خلص، اعتبريها الكاسه. لا سؤالك خلص، ما بصير تغير. ما بصير انا صاحب البرنامج، شو يعني؟ مين هو المدير يا جماعه؟ انا. انت نفس المدير. لا ما بصير. اسمعي، رح اعطيك السؤال بغير طريقه، تمام؟ انت اعطيتني الطريقه الاولى، طب انا بعطيك الطريقه الثانيه. طب يلا شو عادي، عندي 10 طرق. يلا. طيب شخص ما راح اقول يوتيوبر، فمشكلتي معه بمسيرتك، بدايه مسيرتك باليوتيوب. اي مو يوتيوبر. ما راح اقول. شخص مشكلتي معه بدايه مسيرتك في اليوتيوب. اوكي. اسكريليا، وشو كانت المشكله اللي لحتى الان متمشكلين فيها؟ فرد محمد جواني كان عن طريق تنزيل ستوريات يقول شوف الستوريات كلها قبل اي تعليق، فحط الستوريات اللي بيسان اسماعيل قاعده تحكي بيها على محمد جواني انه هو مو يوتيوبر، صار يقول الله يرحم، وخبرها انه هذا الشخص هو اللي سواها يوتيوبر. طبعا كنا نعرف انه محمد جواني هو اللي دعم بيسان بالبدايه، هو سواها يوتيوبر، وبعدين حط لقطات شلون هو كان يحكي عليها بالمقابلات بشكل زين، وكاتب الفرق بيني وبينك انه انا عندي اصل وبرد باحترام وانت ونقاط. لما نحن تركنا كان عندي 2.5 مليون، انا 2.5 مليون، يعني 5 مليون تقريبا ببعض. عدد الملايين المشاهدات اللي عدناها بالترندات، فالناس لحد الان متاثره لانه نحن اول اثنين نطلع، كنت شاب طبيعي على اليوتيوب، ما كان في قبل حدا. صحيح. فالناس لحد الان متعوده بتتعلق بسلام جواني وبيسان كذا. اول شغله كل الاحترام لها. انا بيوم من الايام حدا كنت اشتغل وياه، شو ما صار انا هلا لو بعرف انا عليها ضرر او عليها اي مشكله وطلبتني للمساعده بساعدها. اوكي. انا العشره ما بتكون حدا. تمام. بس والصلح كثير شيء حلو، انا بتشرف في الصلح معه، بس المشكله اللي انكسر ما بتصلح. انكسر في شغلات انكسر ما بتصلح، ان كان مني وان كان منه. ما اسوي حالي انا ان كان مني وان كان منه. من شانك الله ييسر له بحياته ويوفقه من جوا قلبي والله. اخر شيء ختم انه يحف على كل لحظه نجاح عملناها سوا، وكنت اقسم بربي بيني وبينك بالنص، وكنت اشوف كل نجاح تساويه كانه هو الي، جزات اللي بيعمل خير مع الناس، وربي كنت افرح عليك اكثر من حالي. وبالستوري الاخير ختم بيه، وطبعا حط لقطات اللي هو كان يحتفل وياها لما هي وصلت مليون، وشان هو قاعد يبكي انه هي وصلت مليون من الفرح طبعا. اترك جواني للابد او اترك اليوتيوب للابد. ايه لا بترك اليوتيوب للابد، بترك قناتي هاي، بنعمل قناه جديده انا وجواني. بعدين ختم بالستوريات قاعد يقول بيها لوموا الناس اللي يعرفونا سوا، انا مو شايفك ولا سالان، بس هم اللي قاعدين يدزولي، هم اللي خلوني اطلع واحكي. فكر حبايب بالكومنتات شاركم حركه بيسان ونكرها لمحمد جواني بهذه الطريقه، رغم انه هو الشخص اللي وقف وياها وساعدها انه هي توصل لحلمها. ما ادري صراحه، اكتبوا بالكومنتات شو رايكم. وصل حبايبنا وصلت المقطع، فزروا مقطع اللايكات، شاركوا فيه زي ما قادم مقطع القصص. احبكم وبس، مع السلامه.